وما عمري عرفت الثمن ديال الكوكوط تتزوجت وخلصتها بالدريطه. ومين كتخسر كان داع عند الميكانيسيان ديال الكوكوط حيت ما نقدرش نشري وحده اخرى. علاش؟ حيت غاليه. دابا مع مرجان كوكوط لا ماكوم 5.5 غير ب 200 درهم. ما يمكنش تلقاو رخص على اكثر من 100 منتوج وغير عند مرجان. مرجان، الربح في الجوده والاتمام. واش كنقول لك انا راه المغرب فاسيت الساحق طاح هذه 3 سنين باش الساحق طاح للدوزيام. علاش؟ لحقاش كل عام تطيح باش تتنقد راسها في اخر المطاف تتلعب داك الادوار الثانويه في البطوله. وبحال هاد الفرق هادو ما خصهمش كاع يكونوا في بريمير ديفيزيون. التسير هو المشكل ديال المغرب فاس.